فوالله من لم يخف قلبه فليراجع نفسه. القضية الله يخوفك، فهل تخاف؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالكسوف والخسوف بذاتهما ليس عذاب، وإنما إنذار وتخويف بالعذاب، بالعذاب المستوجب الذي قد استكمل شروطه. لكن الله جل وعلا برحمته وكرمه ومنه نسأله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم.